طبعا إذا كانت مهنة الصحافة فيها ميزة فهي منها مهنة التضحيات. اليوم نحيي هذا اليوم ومئات من الزملاء الصحفيين يعدوا اليوم هذا خلف القضبان فاقدين لحريتهم ودفعوا حريتهم يعني من أجل الحقيقة ومن أجل كشف الحقيقة. وما يمكنش في تونس أن ننسى ويتعدى يوم العالم لحرية الصحافة غير من ذكر زميلينا سفيان الشرابي ونذير الكتاري. حتى الضرب في الصدادات في المظاهرات في غيرها رجعت نفس عقلية بوليس بن علي. تخيلوا صحافي وإلا مصور صحفي، تخيلوا يخدم 6 شهور بلاش أجر أي محتوى إعلامي نجم يصنعه. مانيش نحكي على غياب التغطية الاجتماعية في عديد المؤسسات الإعلامية، مانيش نحكي عن الأجور الهزيلة والمخالفة للقوانين، مانيش نحكي على أنه الصحفي يتحصل على أجر وكأنه يتحصل على منى في بعض المؤسسات إلى وزارة الداخلية لتخويف وإرهاب الصحفيين. هذا الملف اللي تقدمنا به الاتحاد الدولي للصحفيين. تونس في لقاء موسكو مؤخرا 1400 صحفي يخدموا يتعرضوا يوميا الى اعتداء، والشعب شريك فاعل في ما يتعلق. وكانت اخطر الانتهاكات اللي تسجلت ضد الصحفيين السنه الماضيه كانت نتيجة الإخفاق الأمني في التعامل مع الاغتيال تاع محمد زويري في الساقس، واللي على إثرها صارت تضييقات على مراسلي المؤسسة الأجنبية والصحفيين العاملين في الميدان. طبعا الأرقام تقول أن هناك سياسة تضييقية على حرية الإعلام. الأرقام اللي عندنا تقول أنه عدد الانتهاكات وعدد الهجمات الأمنية على الصحفيين في تنامي مستمر. الأرقام اللي عندنا تقول أنه عملية طرد الصحفيين في تنامي أيضا، وتقول أنه الصحفيين ما تحصلوش على أجورهم في الوقت معناها أيضا في تنامي وبطريقة مخيفة. تقول أنه احنا نتجه أكثر فأكثر نحو هشاشة التشغيل. الأرقام اللي عندنا أيضا تقول أنه اليوم وسائل الإعلام يعني جزء منها يسير نحو الأفلاس وماهيش مهيكلة بشكل جيد. في مسألة أخرى هو مسألة هشاشة التشغيل، مش فقط في الإعلام الخاص، حتى في الإعلام العمومي هناك هشاشة التشغيل. ما ننساش أنه حتى التسميات على رأس الإعلام العمومي هي تسميات موجهة وممنهجة وتسميات على حسب الولايات السياسية، وهناك رغبة من الحكومة لوضع يدها على الإعلام. كل هذا طبعا بالنسبة لنا ما يشجعش على حرية الصحافة. اليوم النقابة أصدرت تقريرها سنوي فيما يتعلق بالحريات. الحقيقة طيلة السنة الماضية المؤشرات ما كانتش إيجابية فيما يتعلق بحرية الصحافة وممارسة المهنة وحرية التنقل والعمل الصحفي. اليوم خلال طيلة السنة الماضية سجلنا عشرات الاعتداءات اللي طالت الزملاء الصحفيين وكانوا متصدرينها أعوان الإنفاذ اللي هما الأمن. الحكومة أيضا ما أعطتش مؤشر سلبي فيما يتعلق باحترامها لحق النفاذ إلى المعلومة. اليوم بإصدارها المنشور عدد 4 اللي تم إيقاف العمل به تحت الضغط من منظمات المجتمع المدني أعطتنا مؤشر سلبي على مدى احترامها لحرية الصحافة ومدى احترامها لحرية النفاذ إلى المعلومة. واليوم إيقاف العمل به هذا ما تمش إيقاف العمل به فعليا داخل الإدارات الجهوية والجهات، وهذا أرصدناه من خلال حالات المنع من العمل وحالات المضايقة اللي شمنت زملائنا في مختلف مناطق الجمهورية.